السلام عليكم، صباح الخير. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ كي صبحتوا؟ كلشي مزيان؟ نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. ولقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم واحد الروتين، روتين كله طاقه ايجابيه. اول حاجه ديال الروتين ديالنا هو غادي نفطر ان شاء الله، وهانتوما معايا. قولوا لي كي صبحتوا؟ كلشي مزيان؟ نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. ضروري بالكويز ديال القهوه في الصباح. نتمنى الله يعجبكم هذا الفيديو. هذا كما كتشوفوا باقي فيا النعاس، هكذا دابا خصنا نخملو مع العواج ترو داكشي. كنديرها بلا سكر، وهذه هي القهوة ديالنا نتوما كما كتشوفوا. عندي هنايا شويه ديال التمر باش يعطيني شويه ديال الطاقه، لان اليوم كاين تناره. هنا عندي الجبن، وهنا عندي هاد بيمو هذا ماليه. كما قلت لكم ما كيخطانيش من الضر ماليه. انا كنفطر هكا، ودابا غادي نفطر. واش غادي نوض اليوم؟ ما شاء الله ما كاين غير تناره مع العواش القربات ودوك الشيء. ضروري خصنا نخملو، ضروري خصنا نسيقو الدار. كما قلت لكم التمر باش يعطيني طاقه ايجابيه ان شاء الله. اقول لك كي دايرين؟ كلشي مزيان؟ نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. نلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله في احسن الاحوال ان شاء الله. وبقوا معايا باش غادي ندوز ان شاء الله بعد ما نفطر باش ندوزو للروتين ان شاء الله ديال اليوم. ودابا غادي نكمل الفطور ديالي ان شاء الله، ودوزوا معايا ان شاء الله باش غادي مسخيش بالكويز القهوه. انا يكون عندي شغل ما كناكلش بزاف، ما كناكلش الخبز باش كيبقى فيا ما نخدم، ماشي تنعمروها ماكله عاد نبقاو غادي نديرها الروتين كنكون عيانين. انا ماكله هكا خفيفه ظريفه، وشويه ديال القهوه قاصحه باش طير لي النعاس وتحيد لنا تقاد لنا المزاج وصافي. ونوضو نعريو على كتافنا ونوضو ان شاء الله نخدمو جميع. ودابا كما كتشوفو بعد ما فطرت غادي ندوزو ان شاء الله باش غادي نديرو الروتين ديال اليوم كله نشاط وطاقة ايجابية ان شاء الله. نتمنى الله يعجبكم هاد الروتين هذا ديال اليوم، لانه روتين دايزو الكلام ان شاء الله. ودوزو معايا. ودابا بعد ما فطرت غادي ندوز باش غادي نخمل هنايا الصاله. اليوم ان شاء الله غادي ندير واحد السياقه هفع على كلكر ان شاء الله، وهانتوما معايا.
اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا غادي نضرب واحد التخميله لهاد الصاله فعلة تركه. نتمنى الله يعجبكم هذا الروتين هذا، لانه روتين خفيف ظريف كله طاقه ايجابيه. مع تقريبا قريب العواشر مولد النبوي الشريف، خصنا ضروري نخملو هكا شويه، نقيو هكا شويه الدار. اليوم درت معكم الروتين العميق اللي فيه التخمال هكا ديال الصلاه وداكشي، وهانتوما معايا. نتمنى من الله يعجبكم هذا الفيديو هذا. كما كتشوفوا اليوم كاين غير الشقه، ما كاين غير الحداقه، ونتمنى من الله يعجبكم هذا الفيديو هذا. وقولوا لي كي دايرين، لاباس عليكم؟ هانيين؟ كلشي مزيان؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله وانتم كتفرجوا فيه. لاول مره كيشوف القناه ديال احلام خديجه، ما تنساوناش من الاشتراك ديالكم وفعلوا الجرس باش اي حاجه درتها جديده توصل ليكم. ودابا غادي نجمع هنايا الزربيه. الزربيه ما غاديش نصبنها اليوم حيت بزاف عليا، غادي نخليها من بعد ان شاء الله يا ربي، ونشاركها معكم منين بغي نصبنها، راني غادي نشاركها معكم ان شاء الله. اليوم نخمل هكا الصاله، ماشي نهلكو راسنا نبقى نخدمو نديرو كلشي في نهار واحد. نقسمو الشغل ديال الدار، نقسموه كما كتعرفوا اللي كنديروها اليوم هي اللي كنديروها غدا، ما كاين شي حاجه جديده. المهم التخمال ديال يوميا ماشي هو ديال تقريبا من 15 يوم 15 يوم، كيكون واحد التخمال عميق كتخملي ديال بصح. ونتمنى من الله يكون هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، وتكونوا في صحه جيده وتكونوا فرحانين ونشطانين وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو ديالي. وهذه قناتكم، حتى نتوما شجعوا القناه ديالكم باش ان شاء الله اي حاجه درتها جديده نشاركها معكم. وكما كتشوفوا هذه الحياه ديالي اليوميه اللي كنشاركها معكم، اي حاجه كنديرها كنبغي نشاركها مع الاصدقاء ديالي ومع المشاهدين ديالي والمتابعين ديال هذه القناه هذه. ودابا غادي نحيد هذا المحابق من هنايا، ها هما المحابق ديالي، نتمنى من الله يعجبوكم وقولوا لي كيفاش جاوكم المحابق ديالي. كنحمق انا للمحابق بحال ما هكا. غادي نحيدهم من السرجم باش غادي نغسلو حتى هو. ها نتوما اي محبقه عندي غادي نوريها لكم ان شاء الله اليوم. انا من المحبين ديال المحابق. ها نتوما هنايا عندي الشيبه، وهنايا واحد المحبقه وما عرفتش سميتها، سمحوا لي ما كنعرفش سمية النباتات والله العظيم، كيعجبوني ولكن الاسماء ديالهم ما كنعرفهمش. ودابا ان شاء الله بعد ما خويت الصاله هكا غادي نبدا بالسراجم ان شاء الله. وها نتوما معايا، ما تمشيو فين، ها نتوما الشارع كيبان ليا من هنا. غادي اول حاجه غادي نغسل الشرجم هو الاول. ها نتوما كنخوي هكا، ضروري الا غسلت هكا الا سيقت ضروري ما كنحك الحيوطه، ومني كنخوي عليهم الماء الحيوطه كيبقى يتقشروا، حيت كما خدينا الدار هكا مازال ما صبغناها ما والو. هانتوما كتعرفوا الصباغه ديال غير عشوائيه، كما كتشوفوا الناس اللي كيبغيو زعما ما غاديش يسكنوا فيها كيديروا دوك الصباغه اللي كتكون ماشي غاليه، غير كما كيقولوا غير كور وعطي العوار. المهم هي بلاصه موقع زوين، المهم دار كبيره الحمد لله، ولكن خاصه شويه ديال الاصلاح من بعد ان شاء الله يسهل لربي ونصلحوها. ومهم اي حاجه درتها جديده راه غادي نشاركها معكم. ايوا ها نتوما قولوا لي كيفاش جاكم الروتين ديالي ديال اليوم. نتمنى من الله يكون عجبكم. ها نتوما كما كتشوفوا الحيط مقشر غير قبلوا على احلام خديجه. ايوا هذا هو الروتين ديالي، ها نتوما كما كتشوفوا. كما قلت لكم الحيط هكا ملي كنخوي عليه الماء كيولي كيتقشر، فيما كنخوي عليه هكا الماء كيزيد يتقشر. ومن بعد ان شاء الله الا ساهل الله منين مثلا ولا درنا غير شي صباغه هكا غادي نشاركها معكم، لان الحمد لله انا كنتفكر خاصني نصلحها شي صليح يكون زوين شويه، يكون هكا. المهم يكون كما كتعرفوا اي واحد راه كيبغي يصلح دارو كيشوفها كما بغاها هو، والله يسهل على الجميع. اللي ما عندوش دار الله يسهل عليه، واللي عنده بغى يصلحها حتى هو الله يسهل عليه، الله يسهل على اي واحد اللي كيجتهد وباش يخدم على راسو يخدم على دارو ولا يخدم على وليداتو ولا على دارهم، الله يسهل على الجميع. اللي بغى يدير شي حاجه ويزيد بها هكا القدام الله يسهل عليه، ما نحسدو حتى شي واحد. كما كتشوفوا انا اي حاجه درتها هكا نشاركها معكم، كانت قليله ولا كثيره.
ودابا غادي نحيد هذا الصابون هو الاول. من بعد غادي ندوز باش غادي نشلل هكا السرجم والحيوطه. المهم اي حاجه غادي نشاركها معكم ان شاء الله. وها نتوما معايا فضلا منكم ليس امرا. الله يجازيكم بالخير. كنشكركم بزاف كاع اللي كيخليو لي تعاليق زوينين، كنشكركم بزاف اللي كيخلي لي هذا التعليق زوينين، كيخلي لي لايكات ديالكم. ما تنساونيش من لايكات ديالكم فضلا منكم ليس امرا. الى عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم، او قولوا لي كيفاش جاكم هذا الروتين هذا. ها نتوما كما كتشوفوا خديجه راه ما كاينه غير الحداقه. ها نتوما واش تقولوا راه ما كايناش الحداقه ولا شي حاجه؟ المهم راني عييت راه كنضحك معكم، راه مع باقي شويه الحل سخون ومع هكا مع التسييق هكا راه كاينه تماره بزاف وكاين الصهد. وكما كتشوفوا دابا بعد ما حيدت هذاك الصابون الاول، دابا غادي ندوز باش غادي نشل الشراجم هما الاولين. وها نتوما معايا وقولوا لي كيفاش جاكم الروتين ديالي. دابا غادي ندوز هنايا باش غادي نشل السراجم. كنهبط هكا الريدو باش كنشلو مزيان، حيت جينا على الشارع مع نتوما كنعرفو الطوموبيلات وداك الشيء، الغبره ضروري. نشلو هكا مزيان ونشلل الشراجم. كما كتشوفوا روتين خفيف ظريف. كنبغي نشارك معكم هكا باش كندير فيكم شويه ديال النفس اللي مازال عكزانه كتقول لي اليوم غدا اليوم غدا تسيق دارها، تنضحك الحيوطه وتنحك الشراجم وتخمل الصالات يلاه وتقعدوا. انا كنحفزكم. كنبغي نجيب لكم شي حاجه اللي كنشاركها معكم هكا، الحياه ديالي اليوميه اللي كنديرها هكا في الدار كنشاركها معكم. ونتمنى من الله يكون كيعجبكم هاد الفيديوهات اللي وليت هكا كنشاركهم معكم. ودابا كما كتشوفوا بعد ما شللت هكا الشراجم غادي نشلل هكا الحيوطه. كما قلت لكم هاد الحيط انا تابعه وخيط قشر. المهم انا كيعجبني نحك الحيط. الدار اللي كنا فيها الاولى واخا كتحك الحيط كانت صباغه اللي كانت عندنا في الصاله، كانت صباغه ديال الزيت ما كتقشرش. وفي وسط الدار كنا دايرين زليج حتى هو راه ما تحكي مع راسك ما كيتقشر ما والو. ايوا هنايا ها نتوما كتشوفوا الحمد لله. الله يجيب الرزق والله يسهل على الجميع. ودابا غادي نحيد هكا الماء ونشف هكا الصاله مزيان. وها نتوما معايا ودابا غادي نشفها مزيان ونرجع معكم. ودابا بعد ما نشفت هكا الصاله غادي ندير شويه ديال ساني كرو هكا باش كتخلي الريحه زوينه. غير شويه هكا بلا ما نضيعوا ساني كروا، راه كلشي غلا. الله يحضر السلامه وصافي. ودابا غادي ندوز بهاد الجفاف ناشف هكا، غادي نشف به مزيان. واحد الريحه ما نقول لكمش كي دايره، الريحه ديال الخزامه كانت زوينه بزاف. انا بدا كتعجبني الريحه ديال الخزامه. وغادي نشف هكا الصاله مزيان كما كتشوفوا. كما كتشوفوا روتين هكا خفيف ظريف. المهم شاركتو معكم. ودابا كما كتشوفوا غادي نخلي هكا الدنيا تنشف واحد شويه الارض ونرجع معكم ان شاء الله. كما قلت لكم ما غاديش نفرش الصاله، غادي ندير الحفه غير في ديك القنيته اللي هي انا غادي نشاركها معكم ونخلي حتى قرب ان شاء الله العواشر وغادي نفرش. وديك الساعه ملي غادي نفرش راني غادي نشاركها معكم ان شاء الله. ملي نبغي نفرش الصاله انا غادي نشاركها معكم. وما تنساونيش باللايكات ديالكم الا عجبكم الفيديو. وشكرا لكم بزاف. وراني عييت سخفت انتم كما كتشوفوا، عرفتي راني كلي عروقات والله العظيم. المهم الله يسمح لينا وصافي. اللي كيقول لك الخدمه ديال الدار ماشي صعيبه، راها صعيبه راها حتى هي ماشي سهله، وتا هي راه خدمه ديال الدار عرفتي راه اكثر من برا. ودابا ان شاء الله بعد ما تنشف لينا الارض غادي نرجع معكم ان شاء الله. ودابا كما كتشوفوا الارض ديالي هي نشفت. دابا غادي ندخل هنايا الحفه هذاك القنيته لهي. كما قلت لكم ما غاديش نفرش اصلا، حنا ما كنجلسوش في هذيك الصاله، كنجلسو غير في وسط الدار مقابلين مع التلفازه. المهم ملي يقرب العيد ان شاء الله ديال المولد النبوي الشريف
غادي نفرش ان شاء الله ونشارك معكم منين بغي نفرش الصاله ان شاء الله. كما شفتوني الزربيه راني شاركتها معكم المره الاخرى صبنتها، ماشي هذه اللي حيت اليوم. عندي مصبنه طلامط ومخد حتى هما عندي مصبنين. المهم الزربيه اللي حيت اليوم هذيك غادي نديرها في وسط الدار، ما غاديش نديرها هنايا. ودابا غادي نديرهم في هذه البلاصه هذه ونخليهم هنايا ان شاء الله، باش ملي قرب عاوتاني نبقى نحيد ونعاود ندير، نخلي معاه في هذا القنت هنايا هكا. وملي يقرب ان شاء الله العواشر يبقى شي يومين هكا ولا 3 ايام غادي نشارك معكم ان شاء الله منين بغي نفرش. ونتمنى من الله يكون عجبكم هذا الفيديو هذا. المهم شجعوا احلام خديجه باش دائما نجيب لكم الجديد ان شاء الله. وكنشكر كاع اللي كيدعم القناه ديالي بالقليل ولا بالكثير، كنشكركم بزاف. نتمنى من الله نوصل للمليونيه بجهد الله وبكم ان شاء الله. المتابعين ديالي العزاز راني كنبغيكم بزاف وكنشكركم بزاف. اي واحد راه بكم ان شاء الله القناه ديالي بجهد الله وبكم غادي تطلع ان شاء الله يا ربي. واللي بغى شي حاجه هكا اللي تكون مزيانه الله يسهل له فيها يا ربي، والله يسهل على الجميع اللي بغى شي حاجه هكا الله يسهل عليه فيها. ونتمنى من الله يكون عجبكم هذا الروتين ديالي. ودابا ها نتوما كما خليتو تما غادي نخلي هكا ان شاء الله كما قلت لكم حتى قرب العواشر. وانا خليتهم تما، المهم الدنيا هي نقيه، الصاله ديالي نقيه، سريجمات هما نقيين حتى هما. ونخلي هكا حتى ينشفوا، حدا السريجم كيبقى شويه كيقطروا غادي نخليهم حتى ينشفوا مزيان. ونرد المحابق لبلاصتهم. ها نتوما كما كتشوفوني راني مهليه في المحابق ديالي، باش ما تقولوش انا ما عزيزش عليا النباتات. والله العظيم الا كنحمق على النباتات، ولكن المشكل ما كنعرفش الاسماء ديالهم. وهذا هما المحابق ديال نتوما، داخله بهم خارجه. ايوا هذه هي الحياه ديالي اليوميه. نتمنى من الله تكون عجباتكم وتكونوا استمتعتوا وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو هذا، وتكونوا بخير وعلى خير. ها هي المحبقه واحده اخرى. المهم اي حاجه هكا عندي راني كنشاركها معكم وصافي. انا حسبكم خوتي، كنوريكم اي حاجه عندي كنشاركها معكم، والله يسهل على الجميع وصافي. هادشي اللي كاين. ها المحبقه واحده اخرى. المهم راه روتين تحفيزي وكله نشاط وحيوي. نتمنى من الله يكون عجبكم بزاف. ودابا ما بقى ليا راني ساليت، ما بقى ليا الا نقول لكم بسلام عليكم، وحتى نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر ولا فلوق جديد ولا روتين جديد ولا طبخ ولا مهم اي حاجه كما عودتكم راني كنشاركها معكم. ودابا ما بقى ليا الا نقول لكم بسلام عليكم، وحتى نتلاقاو ان شاء الله.